الهدف من هذا النوع اولا هو تحسيس المجتمع الوطني والدولي مجموعه من الخروقات التي ارتكبتها جبهه البوليساريو ضد الضحايا، ضد ضحايا مغاربه، اسرى مغاربه، كذلك ضد مجموعه من المدنيين العزل في خرق سافر لكل المواثيق والاعلانات الدوليه لحقوق الانسان. يعني وبالتالي هذه الندوه تتضمن يعني شهادات لهؤلاء الضحايا، شهادات يعني الناس الذين ما زالوا باقوا على الحياه، الذين يتذكرون المعاناه والمآسي اللي تعرضوا له على ارض جزائريه وفي باشراف المخابرات الجزائريه. وبالتالي هذه الندوه دعوه يعني مساهمه متواضعه من اجل اثاره الراي العام الوطني والدولي بهذا ملف يعني الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان المرتكبه في حق يعني الابرياء في مخيمات تندوف في مرحله زمنيه معينه. وكذلك هي نوع من يعني تبيان الحقيقه للمجتمع الدولي على ان ما تمارسه البوليساريو هو ارهاب منظم يعني بكافه المقاييس، الجريمه الارهابيه. كذلك الندوه تتضمن مسائل نظريه تتعلق بالاتفاقيه الدوليه لمنهضه التعذيب وكيف يعني الحصيله التشريعيه التي يعني المغربيه في هذا المجال، خاصه المكاسب الحقوقيه التي ركبتها الدول المغربيه في مجال مطابقه يعني القانون المغربي مع الاتفاقيه الدوليه لحقوق الانسان. اولا هذه الندوه ضمن من سلسله الندوات برنامج يعني في اطار برنامج حقوقي سطرناه، الهدف منه اساسا هو الترافع الدولي من اجل انصاف هؤلاء الضحايا ومن اجل فتح انتهاكات الجزائر والبوليساريو ضد يعني المدنيين العزال، ضد مواطنين المغاربه احتجزوا، ضد اسرى مغاربه الى غير ذلك. وبالتالي الهدف اساسا هو نوع من حشد الراي العام الوطني والدولي من اجل رفع دعاوى قضائيه لدى المحاكم الاوروبيه المختصه وخاصه المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان والمحاكم المختصه، وكذلك مراسله مجموعه من المنظمات غير حقوقيه المستقله والملتزمه بالدفاع عن حقوق الانسان من اجل التحرك عاجلا لفتح تحقيق على مستوى المقابر الجماعيه ومجموعه من الخروقات والانتهاكات الجسيمه الموجوده على ارض جزائريه ويعني ومرتكبه من طرف جبهه البوليساريو.